السلام عليكم ومرحبا بكم في شوا مشوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم اليوم ان شاء الله الكولي ديال الفرومبواز. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديالو غادي نحتاجوا فيها 125 غرام ديال السكر، 500 غرام ديال لي فرومبواز، وجوج المعالق كبار ديال الماء. ممكن انكم ديروا غير نصف كميه، ماشي ضروري ديروا هذه الكميه كامله. اول حاجه غادي ندير السكر على هذوك جوج المعالق كبار ديال الماء. هنا عندي 125 غرام ديال السكر، وغادي نضيف 500 غرام ديال لي فرومبواز، وغادي ندير كلشي فوق النار ونبقى كنحرك فيه وانا كنضغط حتى كيغلى مزيان. تقريبا واحد جوج دقائق، ماشي مده طويله، كيغلى ويدوب عندنا داك السكر. ودائما حنا كنضغطوا باش نحاولوا اننا نطيبوا هاد لي فرومبواز. بعد ما غلاو لي فرومبواز تقريبا واحد جوج دقائق كما ملاحظين حتى كيطيبوا، جوج دقائق على النار اللي غادي تكون متوسطه ماشي تكون مرتفعه بزاف. غادي دابا نصفيهم نحاولوا حنا كنصفيو وكنضغطوا بهذا الشكل هذا. غادي نجيب معلقه معلقه تبقى هكا من الاحسن باش نضغط باش تقلنا هذيك العظيمات ديال لي فرومبواز يبقاو عندنا في الصفايه. الكولي ديال الفرومبواز بعد ما برد واحد شويه غادي نحتفظ بواحد الكميه قليله غادي نستعملها اليوم، والباقي غادي نديرو في هاد اللي كتكون خاصه بمكعبات ديال الثلج وكندخلهم للكونجيلاتور. بعد ما كيجمدوا كنجمعهم في بلاستيك ديال الكونجيلاتور، وكنبقى كل مره كنجبد على حسب الكميه اللي غادي نحتاج. دابا غادي ندخلهم للفريكو حتى يجمدوا، عاد غادي نجمعهم. الكولي بعد ما كيوجد هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيكون. بالنسبه ليا اليوم قدمته مع اون طارت بلا كريم باتيسيير، ممكن نزينو به لي تشيز كيك لي غلاس، كذلك نديرو فوق كؤوس ديال التحليه بحال اللي سبق ليا وحطيت بباناكوتا. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بجديد، وبصحه وراحه.